السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة رياضة وأخبار، معكم يوسف. أتمنى منكم دعمنا بالاشتراك في القناة بتعليقاتكم وإعجابكم من أجل التطور وتقديم جديد، وشكرا. كشفت مصادر صحفية أن النيابة العامة بالدار البيضاء دخلت على خط فضيحة الممثل المغربي رفيق بوبكر وأمرت باستدعائه للتحقيق معه على خلفية الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يتطاول على المقدسات الدينية. وخرج الممثل المغربي رفيق بوبكر في بث مباشر على موقع فيسبوك داخل مجموعة خاصة ليزدري المساجد ويتهكم على الإسلام وشعائره. رفيق بوبكر الذي كان يتحدث في بث مباشر في حضور مجموعة من أصدقائه وعلامة السكر واضحة عليه، تحدث عن المساجد ومحاربها وكذلك الفقهاء مطلقا سيلا من الكلمات النابية تجاههم، كما دعا إلى الاستغناء عن الصلاة والتسبيح وتعويضهما بنوعين من الخمر. ووضع بوبكر مقارنة بين محراب المساجد الذي تلقى منه الخطب يوم الجمعة ومحراب شارب الخمر، مع وصف خطباء الجمعة بوصف قدحي وبكلمات نابية. وخلفت هذه الخرجات غضبا عارما على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب رواد هذه المنصات بوضع حد حيث طالب رواد هذه المنصات بوضع حد لهذه الهجمات المتطاولة على الدين المغاربة ومقدساتهم، وطالب النشطاء بوضع حد لهذه التجاوزات من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتطبيق القانون بحق كل من تجاوز في حق دين المغاربة ومقدساتهم مهما كانت صفاتهم وتوجهاتهم. هذا أن النيابة العامة بالدار البيضاء أمرت باستدعاء الممثل المغربي رفيق بوبكر للتحقيق معه على خلفية الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يتطاول على المقدسات الدينية. هذا وخرج الممثل المغربي يعتذر للمغاربة معربا بأنه لم يكن في وعيه.